بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: ما مناسبة الآية في قوله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن جماعة من مشركي قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويطمع في إسلامهم وتقبلهم لدعوة الإسلام. وفي أثناء ذلك جاء عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يريد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يريد أن يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفيد منه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وأقبل على هؤلاء طمعا في إسلامهم، فعاتبه الله عز وجل وأنزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما لم يقبل على ابن أم مكتوم وأقبل على هؤلاء المشركين طمعا في إسلامهم، فالله جل وعلا نهاه عن ذلك. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال في سورة الكهف: واصبر نفسك، أي احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمثال ابن أم مكتوم، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تصد عنهم. فهذا فيه مدح أهل الإيمان، وأنهم يجب استقبالهم والبشاشة معهم. وأما أهل الكفر فإنهم يعني لا ينشغل بهم المسلم، لا سيما ولي الأمر ينشغل بهم ويترك أهل الإيمان. نعم. هذا السائل أبو علي يقول: أشكل علي فضيلة الشيخ هذا السؤال، وهو تسمية السور البقرة، آل عمران، النساء، المجادلة، هل هو حسب الآيات في السورة أو الحادثة في السورة؟ حسب ما ذكر في السورة، تسمى السورة بالاسم الذي ذكر فيها. نعم. وبالنسبة يقول: هل يجوز جمع صلاة الشفع والوتر معا بتشهد واحد؟ نعم يجوز، ولكن لا يجلس بينهما، بل يكون ذلك سردا، يسرد الثلاث جميعا ولا يجلس بينها لئلا يشبهها بالصلاة المفروضة. نعم. يقول: هل ورد حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب؟ حديث صحيح، هذا ورد في حديث صحيح في صحيح البخاري: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره بالثامنة بالتراب أو السابعة أو أولاهن بالتراب، المهم أنه يجمع بين الطهورين وهو الماء والتراب، لأن التراب طهور أيضا،
ولذلك يتيمم به عند فقد الماء فيجمع بين الطهورين، لأن نجاسة الكلب مغلظة فلا تزول إلا بجمع بين الطهورين. نعم. يقول بالنسبة للعاب الكلب إذا أصاب الثوب يغسل، نجس لعاب الكلب نجس، ولكن يزيلها الماء فيغسله. نعم. السائلة أم إبراهيم تقول بالنسبة للسجود على السرير كسجود التلاوة يا شيخ، لا بأس به أن يومي بالسجود إذا مر بآية سجدة على حسب حاله، إن كان راكبا أو كان جالسا يسجد على الأرض، أو كان راكبا يومئ بالسجود وهو راكب. نعم. السائلة وفاء من الرياض تقول يتداول الناس في هذه الأيام علاج أسفل البطن يتناوله تقول أو تحت السر، ويوضع عليه لاصق حتى الصباح، ويقولون بأن المريض يشفى من جميع الأمراض. جميع الأمراض لا أدري، ولكن يعرض هذا على الأطباء وأصحاب الاختصاص، فهذا يسأل عنه الأطباء، ولا يجوز أخذ دواء مجهول حتى يعرض على أصحاب الفن يفحصونه ويبينون ما فيه. نعم. يقول في الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طائره ما كتب عليه من خير أو شر، فهو مكتوب وهو ملازم له في حياته، يعمل بما كتب فيه من خير أو شر. نعم. كذب المنجمون ولو صدقوا، كذب المنجمون ولو صدقوا، هل هذا حديث وما معناه؟ لا أعلم أن هذا حديث، ولكنه سائر على الألسنة ومعناه صحيح، فالمنجمون كذبة ولا يمكن أن يصدقوا، أما كلمة ولو صدقوا يعني لو وقع وفق ما قالوا فإن هذا ليس لخبرهم وإنما هو لقضاء وقدر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا كان هناك خلاف بيني وبين شخص، هل يرفع العمل في حالة عدم المسامحة لكل منا؟ نعم. يقول إذا كان هناك خلاف بيني وبين شخص آخر، هل يرفع العمل في حالة عدم المسامحة لكل منا؟ الخلاف في الدين هو الذي يمنع رفع العمل، أما الخلاف في أمور الدنيا والخصومات فهذه لا تعلق لها بالإيمان، وإن كان المطلوب أنهم يتصالحون فيما بينهم وينهوا الخلاف فيما بينهم. نعم. يقول أريد أن أشتري من شخص سيارة بالتقسيط على أن أبيعها على غيره. هذه مسألة التورق، إذا احتاج الإنسان إلى مال أو تمويل فإنه يجوز له عند جمهور أهل العلم أن يتقدم إلى التاجر ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل ويستلمها ويقبضها ثم يبيعها على غير من استدانها منه ويقضي حاجته بثمنها، فإذا حل الأجل يقضي ثمن السلعة للتاجر. نعم. يقول السائل أشكل علي حديث فضيلة الشيخ فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، قال قلت الثلث، قال ما شئت، قلت النصف، إلى آخر الحديث، ما معناه؟ معناه صلاتي الدعاء، يعني أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، الدعاء يسمى صلاة فيكثر الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لي صديق معه سيارة جديدة وكتب عليها، كتب على آخر السيارة ما شاء الله اذكر الله خوفا من العين. لا يجوز هذا، هذا حرز، يعتبر مثل الحرز، لا يجوز كتابة الأذكار على السيارات أو المباني لأجل دفع العين، لأن هذا من اتخاذ الحروز المنهي عنه. نعم. يقول هذا بأنه سوداني يرعى في البر ويكون البرد شديد ولا أستطيع الصلاة الوضوء وأجمع المغرب والعشاء،
لا الجمع لا تجمع، لكن تصلي كل صلاة في وقتها ما دمت مقيما في البر ولا تجمع. الجمع إنما هو لمن جد به السير أو للمريض، أو الجمع بين العشاءين في المسجد لأجل توقي المطر أو الوحل. لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي، وأنت مقيم مع المواشي فتصلي في محل إقامتك كل صلاة في وقتها أو في المنزل الذي أو الخيمة التي أو الصندقة التي أعدت لك، تصلي فيها كل صلاة في وقتها. نعم. يقول: هذا البدعة لماذا سميت بدعة؟ وهل فيها بدعة حسنة وكم أقسامها؟ البدعة كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالبدعة هي ما هي العبادة التي يقترحها الإنسان وليس لها دليل من الكتاب والسنة، يقصد التقرب بها إلى الله، وهي باطلة ومردودة على صاحبها. فيجب الاقتصار على ما ثبت بالكتاب والسنة وترك البدع والابتعاد عنها. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. يجب الابتعاد عن البدع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي لم نشرعه ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فهو بدعة. ويقتصر على ما ثبت من العبادات والطاعات، ولا يحدث الإنسان زيادة يتقرب بها إلى الله وهي ليست مشروعة في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: هل هذا من العلم الشرعي، وهو أخذي العلم عن طريق الإنترنت والأشرطة وغيرها؟ العلم يؤخذ يا أخي عن العلماء، الجلوس بين أيديهم في الحلقات، أو يؤخذ عن العلماء في دور العلم من المعاهد ومن المدارس والمعاهد والكليات، ولا يؤخذ العلم عن الكتب وعن الأشرطة، وإنما يستفاد من الكتب ويستفاد من الأشرطة بعد عرض ذلك على أهل العلم، لأن هذه الأشرطة أو هذه الكتب قد يدخلها شيء من الكذب، يدخلها شيء من الابتداع، يدخلها شيء من الجهل. نعم. يقول: يا شيخ، ما صحة حديث عالم واحد أشد على الشيطان من 100 عابد؟ من 1000 عابد. نعم، لأن العابد يستطيع الشيطان أن يغويه، لأنه ما عنده علم يقاوم به الشيطان. أما العالم فلا يستطيع الشيطان أن يلبس عليه، لأن العلم الذي معه يبين له كيد الشيطان. وفي هذا مدح العلماء والثناء عليهم والاقتداء بهم. نعم. يسأل هذه السائلة أم عبد الله، تقول: ما فضل آية الكرسي، وهل تقرأ في كل وقت؟ نعم، آية الكرسي آية عظيمة، من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هي آية عظيمة، لأنها جمعت فيما ذكر فيها أسماء الله وصفاته، ذكرت وصف الله بالكمال وتنزيهه عن النقص والعيوب، ففيها نفي وإثبات، فيها نفي الكمال لله والأسماء والصفات لله، وفيها نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى. نعم. السائل إبراهيم يقول: ما حكم بيع المرهون؟ لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن الراهن، وهو الدائن الذي رهنه، فلا يجوز إلا بإذن الراهن، فإذا أذن جاز بيعه. نعم. شيخ، هذا يسأل عن معنى حديث: إن الله لا يمل حتى تملوا. إن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا، هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله يقبل العبادة ويثيب عليها ما دام الإنسان
يتعبد لله عز وجل، ولكن الإنسان إذا ثقلت عليه أو شقت عليه العبادة وتركها فإن الله جل وعلا يعرض عنه حتى يرجع إلى العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ بعض الناس يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. يقول: ما بعض الناس يفضل الأولاد على البنات؟ لا يجوز هذا، إن كان يفضلهم بمعنى حرمان البنات وإعطاء الأولاد فهذا لا يجوز، أما إذا كان يفضلهم بما وافق الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا لا بأس به. نعم، هذا عدل. نعم. هذا يقول: فسروا لنا الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، أن العلماء بالله عز وجل الذين يعرفون الله ويعرفون أسماءه وصفاته ويعرفون قدرته سبحانه وتعالى، هؤلاء يخشونه أكثر من غيرهم من الجهال الذين لا يعلمون أسماء الله وصفاته وقدرته وقدره. نعم. له سؤال آخر أيضا عن تفسير آية في قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. نعم، هذه 7 آيات وردت في القرآن بهذا اللفظ: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها جاءت بهذا اللفظ استوى على العرش، وهو استواء يليق بجلاله. العرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، والله جل وعلا يستوي، هذا من صفات الأفعال، يستوي عليه إذا أراد، ثم استوى على العرش فهو صفة فعلية، وأما العلو فهو صفة ذاتية لازمة لله سبحانه وتعالى، فلا يزال سبحانه في العلو وهو مع خلقه أينما كانوا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز شد الرحال لزيارة الأنبياء والأموات الصالحين؟ هذا حرام وبدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يسافر لأجل زيارة القبور، ولا يجوز السفر إلى مكان لأجل العبادة فيه إلا إلى المساجد 3. لا تشد الرحال، أي لا يسافر إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في بيت المقدس. هذه المساجد 3 يسافر إليها لأجل الصلاة فيها. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 10,000 صلاة، المسجد الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، الصلاة الواحدة. نعم. هذا السائل أبو عادل يقول: عندي سفر لمدة 2 للعلاج في إحدى الدول، وقرأت فتوى بأنه يجوز لي أن أجمع وأقصر مدة علاجي خلال 2. لا، إذا كنت مقيما فلا يجوز لك القصر، وأما الجمع إذا كان تحتاجه من أجل المرض فإنك تجمع، وأما القصر لا، ما دمت مقيما إقامة تزيد على 4 أيام، وأن تعلم ذلك يلزمك إتمام الصلاة. نعم. يا شيخ، إذا أقام المسافر في بلد 3 أيام وفي نيته مواصلة السفر، هل يجوز له الجمع؟ إذا كانت الإقامة أقل من 4 أيام في أثناء السفر يجوز له الجمع، أما إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. نعم. ما نصيحتكم يا شيخ للآباء الذين يطمعون في رواتب بناتهم ويؤخرون الزواج وقد بلغت من العمر أكثر من 30 سنة؟ هذا حرام عليهم، وهذا عضل، والعضل حرام، والعضل منع المرأة من الزواج بكفء رضيت به، وهذا ظلم لها، لا يجوز له أن يفعله من أجل استثمارها ويفوت عليها الزواج، هذا حرام عليه. نعم.
يقول: رجل يصلي بالليل ومن عادته يصلي الليل وصلاة الليل مثنى مثنى، فقام إلى ثالثة ناسيا، فماذا يفعل؟ يجب عليه الجلوس، إذا قام إلى ثالثة ناسيا فإنه يجب عليه الجلوس وعليه سجود السهو. نعم. هل من السنة يا شيخ رفع اليدين عند دعاء القنوت؟ إيه نعم، رفع اليدين عند كل دعاء في القنوت وغيره، وهذا من أسباب الإجابة. نعم. يقول: في بلادنا عادة وهو لباس الأسود والتمسك به حتى الانتهاء من العدة. لا أصل لهذا، المعتدة تلبس، المعتدة للوفاة تلبس ما تيسر لها، إلا أنها لا تلبس ثياب الزينة، تتجنب ثياب الزينة وتلبس ما عداها من الملابس التي ليس فيها زينة. نعم. أخيرا يسأل هذا السائل يقول: ما هي كفارة اليمين المغلظة؟ كفارة اليمين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، في آية المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أي كسوة 10 مساكين، أو صيام 3 أيام. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وأجبتم للإخوة والأخوات في أسئلتهم واستفساراتهم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ويتجدد اللقاء إن شاء الله. هذه تحية من فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.